يونس صابر حسين. حسين عندي 30 عام 1988. مزوج اخي؟ عاد تزوج، خديت واحد بنت الناس، خديتها من زبار وترجع بحجامه، مو بغات تقود معايا. غادي انا وياها في الطلاق. يعني عندك وليدات؟ لا ما عندي لا وليدات لا والو. اخي هضرنا على المشكل اللي عندك بالضبط. المشكل بالضبط اللي كان عندي شحال هادي 2010 2011، مشيت واحد البنت باش نخدم في السعيديه في سنطقه لونغار. هذوك الناس اللي داوني تماك باش يجبدوا لي واحد الانتقام ديالي. الانتقام اللي جبدوه ما قالوش لي انا، انا ما شفتش، ربي اللي شافيه بهذا عوينه سبحانه وتعالى. فهمتي؟ مشيت تماك بقيت خدام تنقص لونغار تنقص اي حاجه. خويا شوف في العشيه كليز ديسكاس كرون، انا مبلي ماشي ما مبليش، كلهم مبلي، اللي ما مبلي مبلي بزاف الحوايج، انا مبلي معجون ماشي ما مبلي. ولكن بقيت نخدم في العشيه طرات حالتي، هز شي واحد حتى شي واحد، بقيت نقرا قرقان بسم الله الرحمن الرحيم، بقيت نجود. ملي تجي واحد ثلاثه الدراري ومعاهم بنت، طبعا نشد لهم كتاب بحال هكا، تعطيهم واحد نتعوج بحال اصنام. يا هذيك ملي داو واحد القبر، داو واحد القبر، شدوا يد الميت، شدوا يد الميت بقات يفوروها. شدوا يد الميت؟ انا شدوها ليا وحطوها في القبر بحال يد الميت، بحال ينوضوا هذاك ويرجعوا هذا. فهمتي؟ انا تنطلب من هذا الشيء كامل، ما باغي لا فلوس لا شي حاجه، انا بغيت الحياه. حياتي تهلاو فيا وتهلاو في الناس الشعب. انا واخا انا عندي رزقي هنايا، انا مسامح لهم في هاد الدنيا والاخره، ما نسمحش لهم. يومين وانا في هاد البلاصه هادي تقريبا 4 سنين، انا ما مرضت مده 8 سنين وربع سنين ما جاتش هاد الحرب، وليت نخدم في كلينيك. انا وجهي ماشي ميلاش، انا كنت نكور كوايري وكيقبح الله الفرق، ما عرفتش هاد الناس اللي داروا لي شي حاجه، وهاد الناس اللي داروا لي شي حاجه في الطرف ديال المخزن. وانت قلت لي زهري؟ ايه ها هما هنا، شوف هنا وشوف هنايا. حدا عيني، حدا مهم ديال عينيه. انا مثلا نشوف ربي لي بينيه هاد الاشهار سبحانه وتعالى. وشنو واش بغاو يجبدوا بك الكنز ولا شنو؟ جبدوا بي الكنز في السعيديه. خرجوه لا؟ خرجوه ملي وفي الصباح ملي فقت، النص قاس الاتام ديالي من هاد الدم مكبت من هنايا، والنص قال لي واش صحيتي دابا واش وليتي زوين دابا؟ قلت لهم عطوني 100 درهم ووصلوني للكار وجيت بحال شي سله. شحال كان في عمرك ديك الساعه؟ هذيك الساعه عندك ما بين تكون كانت عندي تقريبا شي 12 عام، لا 24 عام تقريبا، 24 28، دابا عندي 33. واشي وليدك فين كانوا ديك الساعه؟ والديا والديا كانوا هنا في الدار، صيفطوا اسف نخدم، وهاد الناس بحال الجيران بحال اخوة. ولكن مشيت لهذيك البلاصه ما فهمش بحال حتى شي واحد هز شي واحد، وانا عارف 100% عندي 90% ربي فوق مني، ولا ما كنتش اي حاجه ماشي ما تيشوش. حلمت به طلع فوق داري تيمخدني، وحلمت به حسيت البحر الشط. ما فهمتش ها؟ فاش تيمخدني؟ ها؟ فاش تيمخدك ما فهمتش؟ بحال دابا انا حليت في الناس، ناس فهمتي؟ ناس الملائكة تيشوفوا كل شيء. هذاك باقي واحد الكتاب باقي شي حاجة باقي في القبر في السعيدية، يحيدوا هذاك الشيء رجع. أنا دابا سمحت لهم هنا وكان عند الله، والله ما نسمح لهم، والله ما نسمح لهم، ما نسمح لهم على الدنيا الأخير يتمتعوا يعني هنايا. يعني إلا حيدوا ذاك الكتاب غادي ترجع. أنطلق كماك دابا أنا تنهضر معاك، تنهضر معاك وتنعرق. هاو هاو تنعرق بحال دابا وفمي تنهضر بحال هكا فمي تخرج ريحة المسك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.